والموبيليس وفي الواجهة. الدربي العاصمي المميز بين الجارين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر بملعب 5 جويلية. إسماعيل ملوتي. إثارة، متعة وتنافس يزداد شدة في الجولة 22 من المحترف الأول موبيليس. افتتاح الجولة سيكون بدربي عاصمي كبير بين الجارين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. لقاء سيعرف ندية وحماس كبيرين، لا سيما أن الفائز بالنقاط الثلاث سيبعث حظوظه في التنافس بقوة على اللقب، كون الفارق لا يتعدى النقطتين عن الرائد وفاق سطيف الذي تبدو مهمته سهلة على الورق. باستضافته سريع غليزان والفوز عليه سيعزز مركزه الريادي في ظل المطاردة الشرسة من الملاحقين، وخاصة من الوصيف اتحاد بالعباس الذي تنتظره مهمة في غاية الصعوبة بتنقله إلى بشار لملاقاة شبيبة الثورة التي تحسن التفاوض داخل قواعدها. وبملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران، المولودية المحلية ستسعى للفوز على الضيف شباب باتنا من أجل العودة إلى سكة الانتصارات التي انحرفت عنها منذ انطلاق مرحلة العودة. أما نصر حسين داي يريد الالتحاق بأصحاب المقدمة عندما يواجه أولمبي لمدية الجريح، والتغلب عليه ليس بالهين. نفس الشيء لشباب الوزداد الذي تقوده مأمورية نحو الشرق لملاقاة صاحب المركز 11 شباب قسنطينة الذي يصارع من أجل البقاء، وهو ما تريده أيضا شبيبة القبائل التي تريد الاستثمار في مشاكل متذيل ترتيب مولودية بجاية الذي يلعب دون جمهوره. من جهته دفاع تجنانت يلعب بميدانه وكله أمل في تخطي عقبة اتحاد الحراش لإنعاش حظوظه في البقاء.